محاربة تلوث الهواء شعار السنة الحالية احتفالا باليوم العالمي للبيئة. كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خصصت شهر يونيو للقيام بمجموعة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية مركزيا وجهويا. ويشكل الحد من تلوث الهواء أحد التحديات الكبيرة التي يتم العمل عليها عبر البرنامج الوطني للهواء الذي تمت المصادقة عليه قبل سنتين والممتد إلى غاية العام 2030. ويهدف البرنامج إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، إضافة إلى رفع مجهودات الأطراف المعنية. الحمد لله بلدنا رخطت بعض الخطوات، ولكن خصنا نقوله بأن الجميع خصو يتعاون باش نديرو الإجراءات باش يكون الهواء ديالنا صحي جيد أقل تلوث. احنا عرفنا بأن اليوم الملوثات ديال الهواء كثيرة. الحمد لله هناك اليوم عندنا مختبرات متابعة لجودة الهواء، هناك لجان على المستوى الجهوي لمتابعة هذا الموضوع، هناك برامج ناجعة باش نقاوموا هذا التلوث ديال الهواء. خصنا دابا نتضافروا جميعا. خلقنا من اليوم العالمي واحد الشهر للدينامية والانخراط الجماعي لكل الفاعلين. كنا في تيزنيت، في مراكش الجديدة، اليوم في الرباط، غيكون عندنا يوم كامل اولا للتعرف على آلية مؤسساتية وطنية لمكافحة التلوث بكل مصادره. والعشية غادي يكون عندنا ايضا عرض البرنامج الوطني لجودة الهواء. هذا برنامج وطني جديد مؤسساتي، غادي حقيقة تكون عنده قيمة مضافة فيما يتعلق بترجمة الإكراهات البيئية إلى مورد مالي استثماري. ويعتبر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بالرباط أحد آليات رصد ومراقبة التلوث بمختلف أشكاله، مستعينا في ذلك بوحدات تقنية متنقلة من أجل تقييم جودة الهواء في المحيط ومراقبة الضوضاء والروائح الناجبة عن التلوث والانبعاثات الغازية، إضافة إلى تقييم جودة الهواء الداخلي. المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث هو واحد الآلية تقنية وعلمية تواكب عمل كتابة الدولة في التنمية المستدامة في مجال الرصد والمراقبة، خاصة المراقبة التقنية. بين المهام ديال المختبر هناك تشخيص التلوث بالوسط الطبيعي، بمعنى الماء، الرواسب، الهواء وخاصة الهواء. هناك أيضا إنجاز وإعداد وتتبع مجموعة من البرامج. وتم بالمناسبة إعطاء انطلاقة تشغيل عدد من السيارات الكهربائية تفعيلا لميثاق مثالية الإدارة الذي يندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والرامية إلى تشغيل 10% من السيارات الكهربائية من مجموع عربات الإدارة العمومية في أفق 2030.